واقفه ما حد جاي حتى التوا ما جاي حتى حد محكي معاك مشينا لهم ما حتى ما فماش حتى رد اعتبار نتاع حكومه باش تعتذر باش نعرفوا شكون اللي عمل هذاك نحن حاجتنا اللي عمل حاجتنا بالمحاسبات ما يسالش حاجتنا من احنا ما يسالش معانوه الفقر مهما تقول ما حاجتنا الا هنا ذي اللي هانونا به حب نعرف شكون ضرب حاجتي بالمحاسباتني حاجتي اللي ضربنا ما حاجتنيش نحن قسم عند الله حاجتنا بالمحاسبات حاسبتنا شكون جاء وضربنا وشكون بعث لنا الرش وشكون نحن حمامي وتلوفينا فروخ شباب صغير بنيت وليد هكاك عليه داخلين عليه للديار راهم يضربوا فينا في وسط الديار نايل كرتوش في وسط الدار عليه نحن شنو عملنا مش نولاد تونس مش نولاد الوطنيه معنا واحد يتسمى جاته باللطف ما تضربش في عينه في في وجهه جات اللطة شوية لأن في رقبتي تصور كانت ضربت أنا في عيني معنا عمري 17 سنين قص على قرايتي مستقبل كامل يتحطم ما تلقى حتى تعويض من بعد لا مادي لا معنوي لا رد اعتبار لا حتى عرفنا شكون اللي عطى الأوردر باش يضربوا بالرش هذاك اللي هو في بالي ممنوع قانونيا في بالي يصطادوا به معنا حيوانات بالرخصة زادة مش هكاك حاجة تتسيب بالحق معناه احنا توا طالبين جيست نعرفوا شكون اللي يعطى الاردر باش يضربوا بالرش ويتحاسب ويعتذر اعتبار الولاية كاملة انا جاية نحكي معناه بصوت مش كان احنا ما ضربين فما ناس ما جتش